13 يوليو 1958 كان الملك فيصل بيستعد للسفر في صباح اليوم الثاني متجها الى اسطنبول برفقة رئيس الوزراء نور السعيد ووزير الخارجية توفيق السويدي والدكتور محمد فاضل الجمالي لحضور مؤتمر رؤساء حلف بغداد. بعدها كان مقرر للملك انه يسافر للندن لحضور مؤتمر بريطاني عراقي لبحث مسألة الكويت. قدم نور السعيد مذكرة الى الحكومة البريطانية لان الكويت وقتها كانت تحت الحماية البريطانية، وعرض نور السعيد على بريطانيا الموافقة على اعلان استقلال الكويت وضمها الى الاتحاد العربي الهاشمي. كمان كان مقرر ان الملك يحضر المؤتمر الصيفي لمجلس حلف بغداد يوم 28 يوليو 1958، وفي لندن كان الملك هيقابل خطيبته الأميرة فضيلة، وكان مقرر عقد قرانهم بنهاية نفس السنة. مساء اليوم 13 يوليو 1958 اجتمعت الأسرة الملكية داخل قصر الرحاب، الملك فيصل وخاله الأمير عبد الإله وزوجته الأميرة هيام وخالته الأميرة عبدية وخالته الأميرة بديعة وزوجها الشريف حسين وبعض الصديقات. كان الحديث بيدور عن رحلة الغد ومشروع الزواج، وأثناء الحديث وصلت سيارة لقصر الرحاب ونزل منها ضابط وسلم ظرف مغلق لمرافق الأمير عبد الإله واللي قام بتسليمه للملك فيصل. فتح الملك الظرف وأخرج منه بطاقة، تأمل الملك البطاقة أكتر من دقيقة وما ظهرش على وجهه أي ردة فعل. ناول الملك البطاقة لخاله الأمير عبد الإله فقراها بسرعة وتبدل وجهه واستأذن من الحضور وانصرف. كانت رسالة من مدير الأمن بهجة عطية تتضمن معلومات مقتضبة تفيد بوجود تحركات مريبة من قبل الجيش بدون مزيد من التفاصيل. اللي يشتغل بالبيت واستلم جابه للملك وكان بظرف فتح، وأنا قاعدة يمهيتي بس هو شوية كرسية اللي قدام، فتح الظرف أتذكر أول هي كانت خط واحد وكلمة لي جو هاي أتذكرها، وأتذكر أول كلمتين بالإنجليزي Beware tonight، احذر الليلة. الباقي ما قريت الليلة. أو قام شوفها الأمير عبد الله، أمير عبد الله قال فيصل خابر جسام خلي يجيب الهليكوبتر السبتية، جسام كان الطيار الخاص مع الملك. نزل الأمير وركب سيارته وغادر القصر. ساد الحضور شعور بالانقباض فقال الملك يلا بينا نشاهد فيلم، وتوجه الجميع لمشاهدة فيلم لعبة البيجامة. رجع الجميع من مشاهدة الفيلم حوالي الساعة 10 مساء وتناولوا العشاء، وكان وقتها الأمير عبد الإله رجع قصر الرحاب وتناول معهم العشاء، لكنه كان واجم وما فتحش بقه بأي كلمة. بعد العشاء عانق الملك خالته وكأنه الوداع الأخير، وبعدها اتجه الملك إلى غرفة نومه، ولما حان منتصف الليل أطفئت أنوار قصر الرحاب في انتظار صباح جديد. في عام 1953 رجع الملك فيصل من بريطانيا نهائيا واللي كان بيدرس فيها ليستقر في العراق ويتسلم صلاحياته بعد بلوغه سن الرشد. وقتها حدث نقاش في احتمال إقامة الملك فيصل في قصر الزهور أو استقراره في قصر الرحاب، فرجح خاله الأمير عبد الإله الاحتمال التاني، وعلشان كده أصبح قصر الرحاب هو القصر الملكي. أما قصر الزهور واللي بيبعد حوالي كيلومتر عن قصر الرحاب واللي كان مقر الملك غازي أصبح مقر لكبار الضيوف والوافدين على بغداد ومركز للواء الحرس الملكي وقياداته. كان قصر الرحاب بيت عادي مكون من طابقين بيقع ضمن حديقة واسعة، كانت حجرات النوم في الطابق الأعلى، أما الطابق السفلي فكان فيه مكتب الملك وصالون واسع وبعض غرف الحاشية. في عام 1955 تم البدء في تشييد قصر لائق للملك، وكان مقرر ليه أن ينتهي إنشاؤه في عام 1958 وأن ينتقل إليه الملك في نهاية السنة مع عروسته الأميرة فضيلة، على اعتبار أن زواجهم سيتم في الخريف، وعلشان كده تأخر حفل زفاف الملك لأن الملك ما كانش عايز أن تقيم الملكة فضيلة معهم في قصر الرحاب الضيق. بحلول عام 1954 كان في الجيش العراقي 3 مجموعات سرية بتعد نفسها للإطاحة بالملكية، مجموعة بقيادة رفعت الحاج سري، ومجموعة برئاسة عبد الجواد حميد في الموصل، ومجموعة بقيادة عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف. ما بين عام 1956 وعام 1957 تم الاتصال بين مجموعة رفعت الحاج سري وعبد الكريم قاسم، واتفقوا على التوحد تحت اسم اللجنة المركزية للضباط الأحرار، وجرى تصويت وأصبح عبد الكريم قاسم رئيس التنظيم، واختاروا لجنة مكونة من 12 ضابط مهمتها إدارة الحركة الثورية. وبحلول عام 1958 انضمت مجموعة الموصل إلى اللجنة المركزية للضباط الأحرار واكتملت الشبكة، وكان عددهم حوالي 150 ضابط من الرتب الصغيرة وانتظروا الفرصة.
وبسبب قلة الفرص وتسريب معلومات تحركات الجيش إلى الدوائر الأمنية الملكية عن طريق تقارير مستمرة بتحذر من وجود نشاطات انقلابية لدى العديد من ضباط الجيش، اتفقوا على اغتنام أي فرصة تتاح لإحدى القطاعات العسكرية اللي يسمح لها بالمرور في بغداد بالقيام بالانقلاب واحتلال العاصمة، واتفقوا أن يتولى قيادة هذا الانقلاب أي ضابط تتاح له هذه الفرصة دون الرجوع للآخرين، وعلى الآخرين التحرك لمساندته فورا. في أوائل يوليو 1958 أبلغت القيادة العراقية أوامرها للواء 20 المتواجد في جلولاء بالاستعداد للسفر فورا إلى الأردن، فانتشر الخبر بين الضباط الأحرار، ووقتها قرروا انتهاز الفرصة لتنفيذ الانقلاب، خاصة وأن الملك والأمير عبد الإله ونور السعيد كانوا متواجدين وقتها في بغداد. علشان يتجه اللواء 20 القادم من جلولاء الواقعة في الشمال الشرقي من بغداد إلى الأردن، كان يجب عليه أن يجتاز العاصمة لكي يعبر نهر دجلة عن طريق جسر الخر، بعدها يتابع سيره على طريق الشام شرقا، وقصر الرحاب بيبعد 100 متر فقط عن جسر الخر، وبكده كان طريق اللواء 20 جاي بيه في خط مستقيم إلى قصر الرحاب مباشرة، خاصة وأن ما فيش أي جسر آخر يمكن المرور منه نحو طريق الأردن غير جسر الخر، الأمر اللي أعطى للضباط الأحرار فرصة ما كانوش يحلموا بيها. في الطبيعي لما بتتحرك قوات الجيش داخل العاصمة كانت الحكومة العراقية بتصدر أوامر بوضع قوات العاصمة تحت الإنذار، لكن في حالة اللواء 20 لم تصدر الحكومة العراقية الأمر لأنها اعتبرت الطريق المشار ليه طريق ضحية ولن يدخل اللواء 20 العاصمة، لكنها نسيت أن طريق الضحية ده كان طريق قصر الرحاب. تم وضع خطة العمل على أن يتولى عبد السلام عارف قيادة تنفيذ الانقلاب، وتم الاتصال بالضباط من الخلية العاملة مع قاسم وعارف وإنذارهم أن يكونوا على استعداد يوم 14 يوليو للتنفيذ، ولم يتم اختار الضباط الأحرار من الخلية الأخرى. 13 يوليو 1958 التاسعة مساء تحرك اللواء 20 باتجاه بغداد واللي بتبعد عن جلولاء 100 كيلومتر، وكان مكون من 3 أفواج، وكان عبد السلام عارف قائد الفوج الثالث. ما كانش الفوج الأول والتاني مجهزين بالعتاد لأن العادة جرت ألا يوزع العتاد على القوات العسكرية خارج مهمتها، لكن الفوج التالت كان مجهز بعتاد كافي، والسؤال اللي بيطرح نفسه إزاي عبد السلام عارف قدر يحصل على هذا العتاد من غير ما حد في قيادات الجيش يعرف؟ بيرجع الفضل إلى ناجي طالب لما تعين مدير للتدريب العسكري في وزارة الدفاع عام 1957. أراد ناجي طالب تدبير اعتاد للضباط الأحرار، فتقدم باقتراح لقيادات الجيش بضرورة إجراء التدريبات ليلا، وكان الغرض أنه يقدر يستولى على بعض الأعتاد المستعملة في المناورات الليلية، وكان عبد السلام عارف بيخزن هذا الاعتاد. كان عدد جنود اللواء 20 حوالي 3000 جندي بحيث يتراوح كل فوج بين 800 إلى 1000 جندي. وصل اللواء 20 إلى محطة كاسل بوست اللي بتبعد 25 كيلومتر عن بغداد. اختار الضباط الأحرار النقطة دي لإنجاز تدابير الهجوم وتوزيع التعليمات على ضباط الصف اللي كانوا وقتها فاكرين أنهم متجهين إلى الأردن لا إلى بغداد، وكانت المحطة دي مركز سكنات للجيش البريطاني في عهد الاحتلال. تخلص عبد السلام عارف من قائد الفوج الأول والتاني ونصب نفسه قائد للواء وأخذ في توزيع المهام على الأفواج الثلاثة. أعطى عبد السلام عارف الأمر لفوجه مهمة احتلال العاصمة، والفوج الأول والتاني كانت مهمته الدخول فقط للعاصمة دون القيام بأي عمل لأنهم مجردين من العتاد. اختار عبد السلام عارف من فوجه سريتين، سرية تقوم باحتلال بيت نور السعيد، والسرية الأخرى بقيادة عبد الجواد حميد تقوم باحتلال القصر الملكي ووضع تحت تصرفه 100 جندي. واختار عبد السلام عارف لنفسه تنفيذ عدد من العمليات، وهي السيطرة على مقر قيادة الجيش، والسيطرة على مركز اتصالات الهاتف المركزي، والسيطرة على دار الإذاعة، بالإضافة إلى أهداف أخرى حيوية. بحلول الساعة الرابعة صباحا بدأت السرايا تتحرك في اتجاه بغداد، وفي أقل من نص ساعة كانت القوات دخلت العاصمة النائمة وبدأت في تنفيذ الخطة المرسومة. وصلت سرية عبد الجواد حميد إلى قصر الرحاب بحلول الساعة الخامسة صباحا، واحتلت جسر الخر الصغير الواقع على الطريق بين قصر الزهور وقصر الرحاب. وقف عبد الجواد حميد مع ضباطه وراء إحدى السيارات، ثم كلف العريف سالم منذر أن يقود جنود السرية ويقتحم بها القصر. اتجه منذر وجنوده للقصر وهم بيطلقوا النار بشدة، فوجدوا بعض من جنود الحرس الملكي مرابطين عند المدخل ومنعوهم من التقدم وأطلقوا النار عليهم، فتراجع منذر وجنوده للطريق وهم بيطلقوا النار نحو القصر بشكل عشوائي. استيقظ الخدم في القصر مبكرا استعدادا لسفر الملك، وحوالي الساعة 5:10 سمع من القصر صوت طلقات نارية ضعيفة قادمة من بعيد. خرج رجال الحرس في الحديقة في اتجاه الباب الرئيسي يبحثوا عن مصدر اطلاق النار، فما شافوش حاجة، واعتقد الجميع انه اطلاق النار قادم من جهة معسكر الوشاش وهو مركز تدريب تابع للجيش بيبعد مئات الامتار عن القصر.
بعدها بدأ صوت الرصاص يتجدد ويشتد، وكانت الساعة حوالي 5:30. فخرج الملك فيصل من غرفته وارتدى ملابسه، فوجد الأميرات واقفين مع الخدم في الصالة وبيبصوا للخارج من الشرفة. وقتها خرج الأمير عبد الإله من غرفته وهو لابس بيجامة، وقال للحرس روحوا شوفوا في إيه. في اللحظة دي والجميع باصين من الشرفة، لاحظوا على طريق الشام اللي بيمر أمام القصر جندي كامل السلاح بينحدر من مرتفع الطريق وبيجري نحو المدخل الرئيسي لحديقة القصر، وكانت جماعات أخرى من الجنود بتتحرك على الطريق. بعدها دخل عريف تابع للحرس الملكي من المدخل الرئيسي إلى مدخل القصر وقال ده جندي، سألناه عايز إيه؟ قال إنه ما يعرفش، هو تلقى أوامر من أفراد سريته بتطويق القصر والوقوف أمامه. بعدها تلقوا أمر بالاقتراب من القصر وإطلاق النار عليه. وقتها راح الأمير عبد الإله ناحية التليفون وحاول الاتصال برئاسة الأركان وبرئيس الوزراء لكن دون رد. في الوقت ده انهار الرصاص من الخارج في اتجاه القصر بشكل عشوائي، وكان بعض رجال الحرس الملكي يردون بطلقات متقاطعة. قال الأمير عبد الإله أعتقد ده حركة من الجيش ضدنا، أنا كنت منتظرها. نزل الأمير والملك على السلم من الطبق الأعلى للطبق الأرضي، وكان في انتظارهم في الطبق الأرضي ثابت مرافق الملك. فسألوا الملك تعرف إيه؟ فأجاب أنا شفت بعض اللوريات واقفة في آخر الطريق وحواليها بعض الجنود بيطلقوا النار وعددهم حوالي 50 جندي، وأعتقد أننا قادرين بكل سهولة على سحقهم. فقال الأمير لا نريد سحق أحد، لو كانوا عايزيننا مفيش مشكلة إحنا نمشي. اعترض مرافق الملك وطلب إصدار الأمر إلى لواء الحرس الملكي بالتأهب، فرفض عبد الإله وقال مش هيقتلونا، لو إحنا اشتبكنا معهم قد يحدث الأسوأ، الأفضل لنا أننا لا نقاوم ولا نعطيهم الحجة. وقتها تم الحديث أكتر من مرة في الهروب من القصر ما دامت الطرق حواليه لا تزال مفتوحة من جهتين، وتردد اقتراح بتهريب الملك على الأقل، لكن الأمير كان بيردد مفيش لزوم مش هيقتلونا إحنا نغادر ونتركهم. دخل الملك والأمير الصالون الكبير وجلس الملك وظل الأمير عبد الإله يتمشى فيه وهو بيدخن باستمرار. وسط هذا التجهم كانت الساعة قربت على 6 وإطلاق النار بيشتد. وصل لقصر الرحاب العقيد طه البمرني، قابل الملك وقال له لما شاهدنا الحركة أرسلنا أحد ضباط الحرس نحو الجنود فأخذوه لرئيسهم وقال له الثورة قامت ومطلوب من العائلة الملكية إنها تسلم نفسها ليه، وعلمنا أنهم شكلوا جمهورية من عندهم لكن قوتهم ضعيفة ونحن بانتظار الأوامر لنقاتلهم. كان وقتها لواء الحرس الملكي أقوى لواء في الجيش العراقي بأكثر من 3000 جندي مدربين أحسن تدريب ومجهزين بأحدث وأقوى الأسلحة. فقال الأمير عبد الإله مالوش لازم القتال، مش عايزين الجنود يقتلوا بعض ومش عايزين نتسبب في حرب أهلية بين العراقيين. أمر الأمير عبد الإله مرافق الملك ثابت بالذهاب لقائد القوات للتفاوض معاه، فذهب ثابت ومرافقه لقائد القوات. قيل إن حدثت مشادة بين ثابت وبين قائد القوات فتم إطلاق النار عليه وقتله واعتقال الضابط المرافق ليه. وفي القصر سمع الملك والأمير عبد الإله الراديو بيذيع بيان الثورة بصوت عبد السلام عارف وأسماء أعضاء الوزارة الثورية، وسمعوا بين الأسماء اسم ناجي طالب وكان مرافق الملك الخاص. إن شعبنا البادر، إن شعبنا المجاهد يطبو ويرجو إلى هذا اليوم، إن عبد الإله، إن عدو الإله، إن عبد الاستعمار يقاتل في قطره يجاري مارش معود، ألا بل يعلم أن قواتنا المسلحة لا تريد هرق الدماء وهو يريدها. فضل الموقف على حاله حتى الساعة 6:30 صباحا، وقتها أوفد عبد الجواد حميد رسول إلى العقيد عبد السلام عارف يبلغه إن ذخيرة جنوده أوشكت على النفاذ وليس في استطاعته الهجوم بقوته الصغيرة مدام الحرس الملكي مرابط، لذلك يطلب تعليمات جديدة. على بعد 700 متر من قصر الرحاب يقع معسكر الوشاش واللي كان فيه ضباط على اتصال بالضباط الأحرار، وكانت الأوامر جات لهم بالاستعداد لأن الحركة ستنفذ يوم 14 يوليو. لما سمع ضباط معسكر الوشاش صوت الرصاص في جهة قصر الرحاب وتلقوا اتصال بالإسراع بنجدة الفرقة المهاجمة للقصر، قام الضباط بكسر مستودع العتاد واستولوا على الأسلحة وحملوها على عربة وأخذوا مدفع عيار 106 ملم ووضعوه على سيارة واتجهوا نحو قصر الرحاب. كان عدد الضباط القادمين من معسكر الوشاش 25 ضابط بقيادة عبد الستار سبع العبوسي. قيل في بعض الروايات ان عبد الستار العبوسي ورجاله ما كانوش على علاقة بالضباط الأحرار وانهم تحركوا من تلقاء نفسهم لما سمعوا بيان الثورة من الإذاعة. لما وصلت القوة القادمة من معسكر الوشاش تمركز عبد الستار العبوسي في السيارة وصوب مدفعه نحو القصر وأطلق القنبلة الأولى مستهدفا الطابق الأعلى من قصر الرحاب حيث تسكن الأسرة الملكية. وداخل القصر كانت الساعة 6:30 صباحا والجميع في البهو. خرج الملك من الصالون إلى البهو وألقى نظرة على الضباط والحرس والخدم المجتمعين فيه. بعدها بدأ في الصعود على السلم، وقتها وقع انفجار عنيف أصاب برج السلم واللي كان فوق الملك. تطايرت الشظايا والغبار فأسرع الضباط والجنود والتفوا حول الملك اللي ما تصابش بأذى.
وقتها طلب من الموجودين في الطابق العلوي أن ينزلوا إلى الطابق الأرضي. نزلت الأميرات إلى الطابق الأرضي ورافق الضباط الملك إلى حجرة صغيرة في الجهة الخلفية من القصر، وهي الجهة اللي ظلت هادية منذ بداية الهجوم. دخل الجميع على الحجرة الخلفية اللي احتمى فيها الملك وجلسوا ينتظروا، وكان الأمير عبد الإله يتساءل باستمرار ليه ثابت مرجعش وما كانش يعرف إن السوار قتلوه. اتجه الضباط القادمين من معسكر الوشاش الى مركز الحرس الملكي الواقع في زاويه قصر الرحاب واقتحموه. وجدوا العقيد طه البمرني مع ضباطه فجردوهم من اسلحتهم بدون اي مقاومه. وقتها كانت قوات الحرس الملكي منتشره في حديقه القصر واقامت متاريس على سبيل الاستعداد. طلب ضباط معسكر الوشاش من طه البمرني انه يصدر الاوامر لقواته بعدم التعرض للمهاجمين، وبالفعل اعطى قائد الحرس الملكي الامر. فبدا ضباط معسكر الوشاش الانتشار في الحديقه حول بنايه القصر وتقدموا في اتجاه القصر. قيل ان العقيد طه البمرني قائد الحرس الملكي هو اللي اتجه بنفسه الى ضباط القوى المحاصره للقصر وطلب التعاون معاهم من دافع وطني. وقتها كان جنود السريه بقياده عبد الجواد حميد على طريق الشام بيطلقوا النار على القصر بعشوائيه، وكانت وصلت لهم نجدة أخرى مكونة من ثلاث مصفحات جت من معسكر أبو غريب الواقع على بعد 10 كيلومتر. الجنود الذي كانوا 20 ممتدين أصبحوا 100، بعد دقيقة 200، بعد دقيقتين 300، وهكذا أصبحوا بالألوف وابتدأوا يطلقون النار على عشوائية. في الوقت الذي ابتدأ البازوقة ترمي طلقات أخرى رمت على الطابق الأرضي بالقصر. دخل عبد الستار العبوسي يحمي الرشاش مع قواته داخل القصر وسأل الواقفين في البهو هم فين، فأشار الواقفين للغرفة الخلفية، فتقدم ثلاث ضباط من الغرفة واقتحموها وهم مواجهين رشاشاتهم إلى من فيها، وصاح واحد منهم اطلعوا برا. فقال الملك يا أخي ليه كل الرشاشات دي؟ شايفنا مسلحين، لو عايزين نقاتلكم كنا قاتلناكم. ما ردش الضابط وفتح الباب ورششه مصوب عليهم وقال اطلعوا برا. وقتها الساعة كانت 27 دقيقة وكان الرصاص بيتطاير في حديقة القصر بشكل عشوائي. خرج الموكب الملكي للحديقة وكانوا بيمشوا في خط مستقيم وكل واحد منهم ماسك ايد التاني، وكان بيتقدمهم ضابط طيار وبيسير خلفه الملك فيصل ثم الأمير عبد الإله محتضنا والدته الملكة نفيسة تجر نفسها ووضعت مصحفها الكبير على صدرها، ثم الأميرات عبدية تتعلق بها الطفلة اليتيمة غازية وكان عمرها 6 سنوات بتربيها الأميرة عبدية، ثم الأميرة هيام، ثم الخادمة رزقية، ثم سائق الملك. كان الصمت ساعد الموكب ما عدا الطفلة غازية اللي كانت بترتجف باستمرار وبتقول ستي ستي. كانت الأميرة عبدية بتزعق فيها وبتقول لها سيبيني يا بنتي روحي علشان محدش يأذيكي، لكن غازية مرضيتش تمشي وفضلت ملحق الأميرة. صار الجميع ووصلوا إلى شجرة الموجودة داخل حديقة القصر. وقتها أصابت رصاصة طائشة الطفلة غازية فسقطت وقتها في الحال. توقف الموكب وانحنت الأميرة عبدية على الطفلة ترفعها، فالتفت إليهم ضابط الطيران اللي كانوا ماشيين وراه وقال للملك في انفعال سيدي بشرفي مش هيحصل لكم حاجة. رفعت الأميرة عبدية الطفلة القتيلة على إيديها والدم بيسيل. نزل عبد الستار العبوسي درجات المدخل وتقدم بخطوات واسعة نحو الموكب وأشار بإيديه للضابط الطيار فاقترب منه وسأله العبوسي هم دول كلهم؟ وما انتظرش جواب وأضر رشاشه في اتجاههم وأخذ يطلق عليهم النار يمين وشمال، فسقطوا جميعا الواحد على الآخر في كتلة بشرية من اللحم والدم. وقع الملك وهو بيقول الله أكبر، وتصاعد من وسط هذه المجزرة صيحات رعب وعويل. تقدم عبد الستار العبوسي من الجثث الممدودة أمامه وأطلق رشاشه من جديد نحو الملك والأمير عبد الإله. سألوا ضابط من الموجودين ليه؟ رد وقال علشان أتأكد الصبح افتكر بالستة او ستة ونص سمعت انفجار، قبيت من فراشي فتحت هذا باوعت على قصر رحاب شفت الدخان ده يطلع، قعدت وقمنا نتراقب ما نعرف شو نسوي. طلبت الزهور طلع الملك فيصل هو خابرني حكيت وياه شاكو عن ايش صار ايش دا يصير قنبلة فتشي، قال فكي الراديو واسمعي. انا ما فكيت راديو اعرف الاكذاب اللي راح يقولوها ما فكيت راديو. قال تريدي جنود أدزلت حرسي؟ قلت له لا أشكرك بابا ما عندنا شيء، إحنا هدوء سكوت خلي عندكم أحسن. وبعد هذا الاتصال بي ولا سمعت صوته بعد ولا شفته بعد. وقتها حصل صمت رهيب لا يقاطعه إلا أنين خفيف يتصاعد من الجثث. خرج عبد الستار العبوسي وتابعه عدد من الجنود، وقيل انه اتجه الى محطة الإذاعة مسرعا الى عبد السلام عارف يحتضنه ويقول له قتلتهم قتلتهم كلهم. وداخل القصر اتجه بعض الضباط والجنود الباقيين في الحديقة نحو الجثث وسمعوا بينهم أنين. كانت الخادمة السمراء مصابة بجرح فقط، وكانت الأميرة هيام مصابة بجرح طفيف. فقالت لهم الأميرة هيام اتركوني وشأني أنا مش منهم، أنا سعاد نافع وكنت في زيارة ليهم. فتم نقل الأميرة هيام إلى المستشفى وتم إسعافها،
وبالليل جت والدتها واخدتها في السيارة. بس الأميرة هيام كانت بالقصر الملكي بالرحاب. اي نجت لي انه حسب ما هي حكت لي قالت الان هم دا يمشون برا صاروا اكو ساحة اكو نافورة فتقول دا اريد الحق بهم قال لهم اكو سيارات راح تطلعكم فتقول دا الحق بيهم وهذا العسكري اللي وياهم ويا الجماعة يعني دا يسألها اسئلة تقول اني انزعجت دا اريد الحق بيهم فهو بعدين قايل الأمير ربيعة أخوها الأيام قال أنا دا أخرى لين أعرف رح ينقتلون فقلت ليش هاي تنقتل هي مو من يعني هي زوجة الأمير فحاولت أخلص هي زوجة عبد الإله أي فجتها الرصاصة هنا بالورك أظن بالفخذ وبالفخذ وغمى عليها. بعدها جت سيارة شحن عسكرية ونقلت جثث القتلى إلى خارج القصر. تم تسليم جثة الأمير عبد الإله إلى الجماهير وقيل إنه بناء على أوامر عبد السلام عارف وجرى سحلها والتمثيل بيها في الشارع بهمجية ومحدش يعرف إيه اللي اتعمل في الجثث التانية لأن الروايات متناقضة. أما بخصوص الملك تم نقل جثته أولا إلى مكان مجهول بعدها اتجهت جثته إلى الطب العدلي ثم دفنت في مباعد في المدافن الملكية بأمر من عبد الكريم قاسم.